اتحاد العاصمة ينفرد بمركز الوصفة وشباب بلوزداد يواصل الغرق، هي أبرز ما ميز نتائج مباراة الجولة الثامنة من البطولة المحترفة الأولى. البداية بشبيبة القبائل التي أكدت مجددا تألقها اللافت من جولة إلى أخرى، وفازت على مضيفها وفاق سطيف بملعب 8 مايو في مباراة عرفت لغطا كبيرا من حكم المباراة نتيجة عدم احتسابه لركلة جزاء لصالح زملاء عبد المومن جابو. وبهذا الانتصار يواصل الكناري تزعمه طليعة ترتيب المحترف الأول. تشكيلة اتحاد العاصمة استفقت من غيبوبة الإقصاء من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية على يد المصري البورسعيدي، وتداركت الخيبة بتحقيق فوز معنوي في البطولة الوطنية أمام مضيفهم نادي بارادو بثلاثية كاملة. وعلى ضوء هذه النتيجة ارتقى أبناء السوسطرة إلى مركز الوصافة برصيد 15 نقطة، في حين تعرض لاعب بارادو لهزيمتهم الثانية على التوالي رمت بهم إلى الصف التاسع. شبيبة الصورة عادت بالزاد كاملة من ميدان مولودية بجاية وتغلبت عليه بهدف دون مقابل بفضل هدف مهاجمها مصطفى جليط في الدقيقة 48. اتحاد بلعباس لم يستغل جيدا فرصة استضافته للضيف أهلي برج بوريريج وتعادل معه سلبيا، ليتقاسم الفريقان نقطة المباراة بينهما. وبهذه النتيجة يبقى العباسيون يعانون في ذيل الترتيب بمعية فريق شباب بلوزداد الذي وصل الغرق أيضا بعدما سقط في فخ الخسارة على يد ضيفه مولودية وهران بهدف دون رد. وإثر هذه الهزيمة المرة أعلن مدرب بلوزداد شريف الوزاني استقالته من منصبه. نصر حسين داي عاد بنقطة التعادل من سفريته إلى باتنا لمواجهة فريق جمعية أمل عين مليلة، وهي النقطة التي انفردت به وحيدا في المركز الثالث، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة دفاع تجنات وأولمبي المدية.